طلعت بقى النهاردة عشان انتوا عمالين تسألوني كتير جدا انا شعري ازاي طول وازاي تقل وازاي نخلي شعرنا نضيف جدا من غير نقطة قشرة خالص. بصوا وازاي هو ناعم كده وطري وما شاء الله عمال بيطول وبيتقل. المجموعة الحلوة دي السبب ان انا شعري زي ما انتوا شايفين كده ما كانش بيطول نهائي، ما كانش بيتقل، كان في عندي فراغات كتيرة جدا. ما شاء الله المجموعة دي هي اللي زبطت شعري كتير جدا. قبل ما نتكلم ونقول اي حاجة عايزين نقول ان النهاردة اليوم ده بس في خصم 50%، يعني الازازة دي بدل ب 250 جنيه عليها خصم 50% تاخدوها بنص السعر بتاعها بس النهاردة. الاوفر ده موجود لمدة 24 ساعة النهاردة بس. تعالوا بقى اتكلمكم شوية عن الزيوت دي بتعمل ايه. اول حاجة هبدأ لكم بحمام الكريم. حمام الكريم ده خطير يا جماعة في التطرية ومنع الهيشان، بيلمع الشعر جدا وبيخليه طري كده وحلو، بيمنع الهيشان تماما. تلات زيوت دول متقسمين لتلات اقسام. اول قسم فيهم هو منع القشرة خالص من الشعر، تاني حاجة التطويل وملي الفراغات، رابع حاجة التساقط، ودول مهمين جدا. فكل واحد فيهم ليه وظيفة، ان هو يخلي لك الشعر ده يعني احسن حاجة في الدنيا بجد، ان هو يطوله وان هو يملي لك الفراغات. ان شايفين اصلا البيبي هير عندي بقى مليان ما شاء الله ازاي. بصوا يعني انا بجد شعري كان بيقع بطريقة غبية من بعد الحمل والولادة والقصص دي، من بعدها بقى استخدمت الكورس. بصوا كل البيبي هير ده فيدي لي كده احساس ان شعرك طويل وتقيل وجميل ما شاء الله. بلس بقى استخدمت حاجة كمان للتساقط. هما التلات زيوت دول، التساقط والتطويل وملي الفراغات وللقشرة، ما شاء الله يا جماعة ليهم افكت حلو جدا. شعري ما بقاش بيقع بالاوفر اللي كان بيقع، لا قل جدا جدا، بيقع منه نسبة قليلة، ما اقدرش اقول ان هو اتمنع، لا هو قل جدا. وموضوع بقى يعني التطويل ده حاجة اساسية. انتوا شايفين شعري اصلا، الناس اللي متابعيني زمان عارفة ان شعري ما بيطولش بسهولة خالص، فلا ما شاء الله طول وتقل والفراغات دي اتملت وكل حاجة. وكمان بستخدم حمام كريم عشان الهيشان، فاستخدموا العرض ده 50% على الازازة او الكريم او اي حاجة لمدة 24 ساعة بس، فالحقوا العرض. فعلا عرض حلو جدا ومميز يا جماعة، وكمان يعتبر الازاز تقريبا ب 125 او 100 يعني في الحدود دي، مش هتبقى غالية خالص. وده رابع مرة اتكلم عنهم، ففعلا لو كانوا وحشين ما كنتش طلعت عنهم خالص، انا بستخدمهم بشكل شخصي وعشان كده طلعت اتكلم عنه تاني. فبجد يا جماعة المنتجات خطيرة بجد.